تحذير هام. لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك. لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفطرك. ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك. الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويرة في الوش ما فيهاش معلش. رمضان كريم. آية وتعليق. الناس صعبة يا أخي، صدقني الناس صعبة، يعني حتى مغلبين ربنا. ربنا من ساعة ما خلقهم وهم تعبينه وجعين له قلبه. عشان كده في موضوع لازم نناقشه عن القرآن والإنسان. الناس، القرآن إزاي بينظر ليك وليا والبقية المشاهدين طبعا. هنا قلت لك مرة إن القرآن هو نفسية محمد، ومحمد يعني يتيم منبوذ، فنظرته للبشرية فيها تشاؤم، نظرة سلبية إن هم خذلوه، اللي هم تركوه، اللي هو لا يثق بهم، لازم تراقبهم، لازم تديهم قواعد، يعني هو ذا كنترول فريك، لازم يديهم قواعد عشان ما يخرجوش، لأنه مش ضامنهم مش ضامنهم. فهو يعني الآيات حتى اللي تروح مدح الإنسان في أول الآية تروح شتمه في آخرها، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جميل أوي، ثم رددناه أسفل سافلين. رجعناه تحت. عشان كده بنلاقي مثلا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أو أن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان. طب أنت كنت عايزه يعمل إيه؟ أنت بتعرض عليه الأمانة، الإنسان أنا معايا أمانة، الجبال لسه رافضينها ومحدش عايز يشيلها. الراجل يشكر، يعني خد الأمانة. شكرا، متشكرين، شكرين جدا، أخدت الأمانة. أنت أخدت الأمانة، ما أنت ظلوم جهول، ما أنت مش عارف، ما أنت لو كنت تعرف ما كنتش. طب أنت عايز إيه؟ ما تقول، يعني قول لي إيه هدفك يعني الموضوع. فبعدين في الحج بيقول لك وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. بالمناسبة يعني يعني هو زي ما كده كل ما يجي يقول حاجة كده مش عارف إيه وكده ويلعبوكوا كلكم. الله يخرب بيت اليوم اللي شفتكم فيه. تحس إنه كأنه ربنا نازل فيه نشتيمة على طول يعني. أنا ما قلت لك مرة زي أم ولادها تعبينها وعملت تدعي عليهم، كشفت راسه ودعت عليكم جاتكم شوطه تاخدكم. ده انتوا عارفيني، ده منظر عيال ده. ما انتوا شايفين عيال الناس التانيين. يا ريتني ما خلفتكم، يا ريتني، ده كان يوم اسود. كده فهو يعني المنطق ما انش قادر افهمه خالص. طب يا رب انت اللي خلقتنا وعمال نازل فينا شتيمه وتقول ده قتل، خدق الانسان قتوره، قتل الانسان وما اكفر. طب انت خلق ام الانسان ليه؟ ما كنت تريح نفسك، كفاية القطط والقرود، وكنت تجيب شوية نسانيس كده وتتسلى. لا، أخلق الإنسان ويوجع قلبه بيه بقى. تعرف أنا حبيت أسمعك دي. يا حسرة على العباد. لذيذة، من الآيات اللي بموت فيها. ربنا بيعدد، يا دي الحسرة. طب هو ربنا يعرف الحسرة أصلا؟ يا حسرة، يا حسرة على العباد، انا خلفتكم ده، يا ريتني ما خلفتكم. بالظبط كده، يا نهار اسود، الحسره. ان الانسان خلق هلوعا، متعجل. ان الانسان لا يطغى، ان الانسان لربه لكنود. ايه حكايه يعني خلق الانسان من عجل. يعني طب انت مش انت اللي خلقته؟ طب خلق من عجل يعني انت ندمان، ولا كنت عايز تخلقه من حاجه تانية؟ لو انت خلقتني من اي حاجه تتخيلها، لو رحت جاب فلافل على بطاطس على طماطم وعجنتهم في بعض وطلعتني وعملتني انا الانسان، كنت ما فيش اي مشكله. انت ربنا وانت البيج بوس وعارف كل حاجه، فيش اي بتشتمني على اللي انت خلقتني، يعني انت اللي عملتني ما بتشتمني على التكوينه اللي انت كونتها. خلق الانسان من عجل. مين اللي دخل العجل بقى؟ مين اللي زرع العجل فيه؟ اكيد انت يا رب. طب ايه رايك انا واحده تانية؟ اهو جاهز؟ هات. ده
سنفرغ لكم أيها الثقلان. إيه رأيك؟ سنفرغ. أصبر عليه بس لما أفضلكم. ده أنا هطلع مين الثقلان؟ لا الإنس والجن. إحنا الاثنين. إحنا الاثنين. ده بقولهم مش ده بقولهم سنفرغ لكم. بقولكم هفضلكم. آه استنوا علي. أصبروا عليه بس أنا في إيدي بس شغلانة هخلصها. وأنا جاي. وحاجة كسر دماغكم. ده واحد يعني أنت أبوك زمان لما كان يجي يحذرك بيقول لك أصبر عليه بس لما أفضلك. استنى. أصبر بس عليه. ده أول ما يعمل كده. وحيات أمي. بتعرف إنه جايك يعني مصيبة. أصبر بس عليه. سنفرغ لكم. الحركة دي مش هيسمعنا أصبر بس. هي مخدم سنفرغ لكم. ربنا بتوعد الباشا بيقول لهم أصبروا عليا شوية بس. هفضلكم. ده كلام واحد إنسان معلش يعني هي باينة واضحة. ما هو محمد مش ما كانش في إيده حاجة. الآيات دي كلها جاية في وقت هو مش في إيده حاجة. هو لما بقى في إيده السيف. بيهدد. لما بقى في إيده السيف ما بقاش يهدد بالحصان. فرغ لنا. سنفرغ لكم هو فرغ بقى. فرغ. فما في إيدوش حاجة. فهو طب أصبروا عليا شوية. ده الانسان ده ربنا هيعمل فيكم يسوي ده هيديكم بالكرباج ده هيعمل فيكم عشان ما فيهوش حاجه يعني. فهو من عجزه بيجي بالحاجات دي من تشاؤمه ونظرته للانسان وهي نظرته لنفسه. هو نفسه اصلا يعني مضطربه فهو ينظر للانسان نظره يعني المفروض ربنا خالق الانسان ده يقول له زي ما الامريكان بيقول I believe in you. أي شجعنا. I believe أنا أؤمن بيك يعني أنا أعتقد إنك هتكون حاجة كويسة. هذا واحد ده واحد يجيب لك كآبة يعني. هو كل حاجة يعني وريك إن أنت مشوه إنك ضعيف إنك مخطئ إن أنت دايما ما تسويش حاجة ما يعني ولا جناح بعوضة طب خلقتني ليه؟ عايز تبهدلني؟ خلص تبهدلت. وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ولكن يقول لك وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمن. يعني هو خلق مشروع وفشل وده سر الديسابوينتمنت يعني خيبة الأمل. طيب مشاهدينا الكرام اعملوا لايك وشير أو سنفرغ لكم أيها المشاهدون.